مرحبا بكم من جديد في برنامج مقهى الشعبندر من على منصة نخيل عراقي. ماذا يقصد من مصطلح الثقافة الوطنية؟ الثقافة الوطنية يعني مجموعة المعارف والمعتقدات والآراء والأفكار التي تسود تفكير المجتمع أو تفكير الناس ضمن بقعة جغرافية محددة. فعندما نقول الثقافة الوطنية العراقية يعني ما أنتجته وما أفرزته وما هو موجود عليه المجتمع العراقي من عادات وتقاليد أخرى، مثل الكرم، مثل لأنه النخوة، مثل المساعدة الفقراء والمساكين، رؤية بالكون أنه الكون مخلوق وهذا إلى خالق، موضوع قضية الضيف، هذه كلها يسموها ثقافة وطنية. فالثقافة الوطنية هو الموروث الثقافي الذي تملكه الأمة، وإن شاء الله نكون عند هذا المستوى، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء في حلقة أخرى.